بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في كتابه كتاب الجنائز، في كتابه الجامع في كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على القبر. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الإمام الثقة صاحب المسند، قال: حدثنا هشيم وهو بن بشير شيخ الأئمة رحمة الله عليهم، وهو رحمة الله عليه ثقة كان مدلسا، إلا أنه قال هنا: أخبرنا الشيباني. أخبرنا الشيباني، شيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان ابن أبي سليمان الشيباني ثقة، قال: حدثنا الشعبي قال: أخبرني شعبي هو عامر بن شراهيل التابعي، قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبهما غير معروف أو غير معروف باسمه فلا يضر شيء. أكبر تعريف له أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا. منتبذا أي في صحراء بعيدا عن الناس، بعيدا عن الناس. فانتبذت به مكانا قصيا، فالانتباذ يكون ليس في يعني في العمران، إنما يكون في الصحراء خاصة. فهنا قال: رأى قبرا منتبذا، فصف أي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خلفه فصلى عليه، فقيل له: من أخبرك؟ فقال: ابن عباس. لو لم يخبر من الذي أخبره كان يكفي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كلهم عدول، عرفت أسماؤهم وعيانهم أم لم تعرف. لكنه المبهم طريقه في الوصول يعرف بمجيئه من طريق آخر. لا، أما هنا ففي الحديث نفسه لما تحققوا معه فقال: هو الذي أخبرني ابن عباس رضي الله عنه. فالحديث صحيح وأخرجه البخاري وغيره. وهذا الحديث في الحقيقة لعله هو أصل حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد ومرضت فماتت، فدفنوها في الليل، وكان مطر وظلمة، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا: يا رسول الله، إنها ماتت، قال: ماذا فعلتم بها؟ قالوا: دفناها. قال: هلا آذنتموني فأصلي عليها؟ دلوني على قبرها. فدلوا على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصف مع أصحابه فصلى على القبر. هذا الحديث يدل بكل وضوح على أنه إذا كان الإنسان لم يصلي على قبر على ميت ووصل إلى قبره بعدما دفن، فجاز له أن يقوم بشرط أن لا يقوم على القبر، كما قالوا وكما في التفاصيل أن القبور تكون مصفوفة مثل هذه السطور التي في الكتب، فيكونون يقومون في إذا كان هو يصلي فيقوم في مكان بين القبرين، وإذا كان يقوم الناس أيضا وراءه فيكونون بين القبور، ولو كانت القبور الأخرى كلها فتكون أمامهم ويصلون على القبور كلها.
هنا جاءت هذه المسألة، إلى متى يجوز أن يصلي على القبر؟ فجاءت أقوال ليس عليها دليل واضح، 3 أيام، بعضهم قال حتى يعرف أنه لم يتفسخ أو لم يتحلل جسده وكذا، والله أعلم ليس له دليل واضح جدا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي على قبر يكون قد مضى عليه ولو عام ولم يصلي، ابن مسافر مات أبوه أو أقاربه أو أحد أقاربه، ففي هذه الحالة إذا وصل ولو إلى بعد سنة إن شاء الله، فمثل ما يزور القبر ويدعو له يجوز له أن يصلي عليه، هذا الذي يظهر إن شاء الله، وليس له وقت محدود. وإن كان العلماء قالوا يصلي على الجنازة فلا بد أن يكون يعرف أن جسمه سالم، كلام من هذا النوع كله ليس له وجه والله أعلم، لأن الإنسان إن لم يكن ظاهر جسده سالم فهو يعذب أو ينعم وإلى آخره بأجزاء جسمه المتحللة في التراب، فنحن نصلي عليه إن شاء الله ليس عليه حرج فيما يظهر. لو كان هناك دليل أو قول من الصحابة تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله فيكون لا شك أنه يقبل، لكنه ما دام ليس بدليل فالتحديد ليس له معنى. يقول هنا قال وفي الباب يعني عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأنس بن وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق يعني ابن راهوية. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس. وقال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر. الآن ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر، جاء جاز الصلاة على القبر، لكنه هنا شرط، قال عبد الله المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر. ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر، وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى الشهر. وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، هذه واقعة بعد شهر، لكن لو فرضنا أنه يكون يعني مضى عليها أكثر من هذا ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلذلك وشهداء أهد صلى عليهم بعد 8 سنوات أو بعد 8 أعوام صلى الله عليه وسلم. وتقييم هذه الأقوال رحمة الله على أئمتنا رحمة الله عليهم، قال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس، إذا قارناه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول لا شك فيه يخالف إن صحت النسبة إلى مالك رحمه الله، فنقول كما قال هو كل يرد قوله ويقبل إلا صاحب هذا القبر. وقال عبد الله المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه، هذا إذن ليس بواضح، لأن الحديث الذي دل عليه حديث المرأة صاحبة التي أو صاحبة المسجد التي كانت تقوم المسجد صلوا عليه ودفنوا، ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فبذلك يدل هذا الشرط ليس بواضح. ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر كأنه بهذا الشرط. وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر، هنا لماذا؟ لأنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، لكنه لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بعد هذا، ولذلك إن شاء الله الذي يظهر والله أعلم أوضح الأقوال أنه متى إذا لم يصلي وكان غائبا ووصل وذهب ولو بعد 6 أشهر أو سنة إن شاء الله جاز له أن يصلي كما جاز له أن يزور قبره. ذكر هنا أحاديث في الشرح. وفي الباب عن أنس أخرجه البزار، وبريدة أخرجه البيهقي، ويزيد بن ثابت وأبي هريرة حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم، كانت امرأة تقم المسجد. وعامر بن ربيعة أخرجه ابن ماجه، وأبو قتادة أخرجه البيهقي، ولفظه أنه صلى على قبر البراء، وفي رواية بعد شهر أيضا.
وقال أحمد رويت الصلاة على القبر من النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان، يعني طرق حسان. وقال ابن عبد البر بل من تسعة كلها حسان وساقها بأسانيده في تمهيده من سهل بن حنيف وأبي هريرة وعمر ربيعة وابن عباس. يعني كأنك يمكن أن تقول أن هذا الحديث كان متواترا في طبقة الصحابة، يعني خمسة ستة من الصحابة يعطون مانا استحالة الكذب أبدا، لا يمكن أن يكذبوا. فإن شاء الله. وجاء أيضا من كل واحد من روى عنه عدد كثير إن شاء الله. فالحاصل على كلها الحديث مشهور صحيح إن شاء الله، اختلاف في معناه إلى متى يصلي، بعد شهر أو بعد ستة أشهر أو كذا، كل هذا إن شاء الله جائز والله أعلم. هنا قال وقال أحمد وإسحاق يصلي على القبر إلى شهر. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام اختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي شرعت فيها الصلاة، فقيل إلى شهر بعد دفنه، وقيل إلى أن يبلى الميت. إلى أن يبلى الميت يعني ظاهر الحال، وإلا قد لا يبلى مطلقا، بعضهم يبقى جسمه سليما فيقولون أنه أسبوع عشرة أيام، لأنه إذا بلي لم يبقى ما يصلى عليه. لماذا؟ بقي عظامه وبقي أجزاء كبيرة من جسده. وقيل أبدا يعني يصلى، لأن المراد من الصلاة عليه الدواء وهو جائز في كل وقت. قال هذا هو الحق. الصنعاني رحمه الله أيضا قال في أي وقت من الدهر إذا صلي عليه جاز، إذ لا دليل على التحديد بمدة. قلت، قال الشارح الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري، قال استدل أحمد وإسحاق وغيرهما ممن قال إلى شهر بحديث سعيد المسيب الذي رواه الترمذي في هذا الباب، وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكره ورواه البيهقي وإسناده مرسل صحيح، وروى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، وروي أيضا عنه أنه صلى على ميت بعد ثلاث. قلت الظاهر الاقتصار على المدة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما القياس على مطلق الدعاء وتجويزه في كل وقت ففيه نظر. يعني رأي المصنف أنه أكثر شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلى إلى شهر ينبغي أن يوقف على هذا، لكن يعني النظر يقتضي أنه ليس هناك تحديد، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا يقول الواقعة عين وقعت هكذا، وإلا لو كان أحد صلى عليه فيما بعد لم يصلي عليه ربما يصلي بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا تحديدا. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن سعيد المسيب أن أم سعد، الرواة كلهم ثقات، وسعيد بن أبي عروبة وهو مختلط، إلا أن يحيى بن سعيد القطان سمع منه قبل الاختلاط فليس فيه علة إلا إرسال، أن سعيد المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. من حيث الإسناد الرواية ضعيفة، لأن سيد المسيب وإن كانت مراسيله أصح المراسيل لم يوجد موصولا عن سيد المسيب، فلذلك يبقى ضعيفا، رجاله ثقات إلا أنه مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف، فلم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الواقعة أو لم تثبت هذه الواقعة، فيبقى الحكم على الصلاة على مدة لا حد لها. باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. النجاشي وقال بعضهم أنه قد تشدد الجيم نجاشي، لكن نجاشي هو الصحيح، وهو كان قالوا أنه من سادات التابعين وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره،
من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما يكون من كبار التابعين. نعم. والمسلمون هاجروا إليه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك فيه النجاشي، وكان اسمه أسمحة أو أسحمة، هكذا قالوا بتقديم الميم وبتقديم الحاء، أسمحة بالصاد. نعم. فلما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة كلاهما ثقات. قال حدثنا بشر المفضل الغلابي الثقة، قال حدثنا يونس بن عبيد ثقة من الثقات الكبار، عن محمد بن سيرين الإمام، عن أبي المهلب، أهو أبو المهلب عبد الرحمن بن معاوية أو أبو عمرو بن معاوية، أبو المهلب الراوي عن عمران بن حسين، وهذا درب معروف، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال أي عمران بن حسين قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. فهذا الحديث أصل في الصلاة على الميت، الصلاة على الغائب، الميت الغائب الذي لم يصل الناس إليه في الصلاة على جثته، فهل يصلون أو لا يصلون مطلقا؟ فيه خلاف، لكن إذا كان هناك شخص لم يصلى عليه، والدليل عليه جاء في طرق الحديث، قال إن أخاكم النجاشي مات في أرض الكفر فقوموا فصلوا عليه، فدل على أنه لم يصلى عليه. فبذلك اختلف العلماء، قالوا إذا صلي على إنسان ثم دفن فلا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن تنزيلا لما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة أن لم يعرف أن هناك كان أحد مسلما في الحبشة وصلوا عليه، لم يصلوا عليه ودفنوه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث في بعض الأحاديث مات بأرض كفر، فدل على أنه لم يصلي عليه أحد ودفن فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يوجد فهل يصلى على كل ميت صلي عليه ودفن في بلده، فإذا جاء الخبر فالناس يرغبون أن يصلى عليه صلاة الغائب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد الحرام أو في أي مسجد المساجد، هل هذا مشروع؟ أنا في الحقيقة تتبعت فما وجدت رواية من الصحابة إلا رواية عن معاوية وهي ضعيفة، لم تثبت أنه صلى على بعض الصحابة صلاة الغائب وهي ضعيفة، لكن لم يثبت أبو بكر رضي الله عنه أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مات صحابة في أرض لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكونوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليهم، لأنهم كانوا ماتوا في ما بين المسلمين ودفنوه. كذلك أبو بكر عمر عثمان لم يثبت عنهم أنهم صلوا على الغائب الذي يكون قد صلي عليه. فالذي يظهر والله أعلم خلاف العلماء ينبغي أن يقع في مثل هذا، فالذي يعني إذا رأيت لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونقحت المناد كما يقولون في كتب الفقه تنقيح المناد، ما هو سبب الحكم وعلة الحكم؟ فالذي يظهر علة الحكم أنه لم يصلى عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلي عليه لا يصلى عليه، هذا الذي يؤيده فعل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، لم يثبت عن أحد أنهم كانوا يصلون على ميت غائب، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. لكن بعضهم قالوا أنه لا بأس أن يصلى على كل ميت صلي عليه أو لم يصلى، لأنه دعاء. تجدون هنا بعض الأقوال، يقول هنا قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد، ليس وسيد، حذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله وهو البجري، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أمه أبي المهلب عن عمران، يعني محمد بن سيرين عن أبي المهلب، كذلك أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حسين.
وأبو المحلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو، عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. نعم. وفي رواية البخاري قال: إن أخاكم النجاشي قد مات. في رواية للبخاري: وقد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. وفي رواية أبي هريرة: نعى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه. ولا شك في أن هذا جاءه وحي من الله تعالى، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: استدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه، وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك، يعني صلاة على الغائب لا يشرع. إذا كان على الإطلاق فالحديث يرد هذا القول لا شك فيه. نعم. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب من قصة النجاشي بأمور منها أنه كان بأرض لم يصلى عليه بها، لم يصلي بها عليه أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه، واستحسنه الرؤياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن: الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. قال ابن حجر في الفتح: هذا محتمل، إلا أنني لم أقف على شيء من الأخبار على أنه لم يصلى عليه في بلده، أو لم يصلي عليه في بلده أحد. يعني ابن حجر يقول: أنا ما وجدت صراحة بأنه دفن بدون الصلاة، لكنه إذا الاستقراء قد يعطيك إن شاء الله المعنى. لما كان المسلمون الحمد لله ذهبوا، وفي الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية، ولما وجدوا سمعوا آخر من جاء بعدما فتح خيبر، جاء جعفر وغيرهم، فلم يبقى أحد في الحبشة والله أعلم، لم يبقى أحد في الحبشة، وكان هو نفسه يخفي إيمانه، كان يخفي إيمانه كما ظهر في بعض الروايات. ولذلك الأقرب أنه لم يصلي عليه أحد، أولا لم يبقى أحد من المسلمين وكانوا قد رجعوا. ولذلك قول ابن حجر قال: هذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد، كأنه يقول يحتاج إلى تصريح. فإذا رأينا في الحقيقة عرفنا أن المسلمين كلهم كانوا قد رجعوا إلى المدينة بعدما فتح خيبر، ولم يبقى أحد هناك من المسلمين، فمن الذي لو كان أظهر إيمانه من الذي كان يصلي عليه؟ ومنها أنه كشف له صلى الله عليه وسلم، هذا من جملة الأعذار، حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون. يعني قالوا هذه حالة خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانت جنازته كأنه أحضرت له على مدى هذه المسافة، كشفت عليه جنازته أو جثته وهو مدفون. على كل حال هذا قول أيضا يحتاج إلى دليل، ولم يوجد دليل على هذا، ولا خلاف في جوازها، هكذا قالوا. وجيب عنه بأن هذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح ولم يثبت. فإن قلت قد روي عن ابن عباس أنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه، أخرجه ابن حبان عن عمران بن حسين، لكن هذه الرواية ليست بصحيحة. على كل حال الذي الخلاف الذي جاء فيه أنه قالوا أنه إذا صلي عليه فلا يصلى عليه، وقالوا أنه ما دام هو دعاء فيصلى عليه 10 مرات لو صلي عليه في بلدان مختلفة فلا يضر في شيء. يقول: قال الشوكاني بعد البحث في هذه المسألة ما لفظه: والحاصل أنهم لم يأتي المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها، وهو أيضا جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر. قلت انتهى. قلت: الكلام في هذه المسألة طويل. كان الشوكاني يرى
أنه يجوز أن يصلى على كل واحد صلي عليه في بلده أو لم يصلى. نعم. وهذه طريقة لو ذهبت تبحث هناك يحصل اختلاف في مثل هذه المسائل كثيرة، فمن جملتها هذا أنه الصحابة لم يفعلوه، فعدم فعل الصحابة بشيء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تخصيص الحال، والله أعلم. مسائل كثيرة، مثلا الآن العلماء الذين قالوا لا يجوز، لا تجوز العمرة عامة من التنعيم، ما هو كذا؟ هناك من قالوا، ماذا قالوا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وأخاها أن يعمرها من التنعيم، ولم يفعل أحد من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة من التنعيم، كانوا يأتون للحج ويأتون بالعمرة لكنهم ما كانوا يكررون، فدل على أن هذا خاص بحال عائشة رضي الله عنها. فمن كانت حالته أو من كان رجل إذا كان قريبا من حاله حال عائشة رضي الله عنها بحيث جاء للعمرة ومنع من الوصول إلى الكعبة لأجل مرض أو حادث أو شيء، فما وجد الطريق إلا يوم عرفة في آخر أيامه وهو قد نوى عمرة التمتع، ففي هذه الحالة جاز له أن يذهب إلى عرفات ثم بعد الحج يعمل كما عملت عائشة. فنجد لو تتبعنا مسائل نجد في مثل هذا يأتي الخلاف. فالمسألة في الحقيقة إذا كان الصحابة عملوا شيء على شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك في سنيته المستديمة، لكن إذا لم يعملوا فهناك يكون الحكم بمعنى أنه يكون خاصا بالشخص أو خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصا بحالة خاصة. فالاختلاف يقع في مثل هذا، وإن عندكم نظائر كثيرة في مثل هذا لو تتبعتم تجدون. وكذلك هذه المسألة أيضا بعضهم قال ما دام صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فصارت سنة إلى يوم القيامة، يصلى على الغائب ولو صلي عليه. وبعضهم قال أنه لا بد إلا يكون صلي عليه، وإذا كان صلي عليه من قبل المسلمين لا يصلى عليه، يدعى له دعاء عاما. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة وجرير بن عبد الله، كل هذه تتبع إن شاء الله. أما الإنكار مطلقا بأنه لو لم يصلى عليه فلا تجوز الصلاة عليه صلاة الغائب، هذا يخالف هذا الحديث الصريح. باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني ثقة، قال حدثنا عبد العبده بن سليمان وهو الكلابي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة، قال حدثنا أبو سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها، يعني شيعها ذهب مع الجنازة إلى المدفن والمقبرة حتى يقضى ويتمم دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل جبل مثل أحد. سبحان الله، آمنا بالله، فأمل قليل لكن عليه من الرحمن الرحيم الكريم أجر كبير. أصغرهما مثل أحد، فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك. هذا هو التثبت والمتابعات والشواهد، يعني ابن عمر لما بلغه هذا الحديث فأرسل إلى عائشة ليتثبت أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نعم، الإنسان يكون فارغ، ما ذلك يزهد في مثل هذا الأجر الكبير. سبحان الله، هو لنفسه لفائدته هو سبحان الله. وحيث إن معناه أنه كلما مشى إلى مع الجنازة ثم إلى القبر فيعطيه تزهيد بالآخرة تزهيد بالدنيا ويذكر الآخرة، كل هذه المعاني تحصل له إن شاء الله
ما هذا الأجر الكبير. فرطنا في قراريط كثيرة. وفي الباب وجدنا مشايخ جزاهم الله خير، الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، تغمده الله برحمته، من جدة في المدينة وفي مكة جدة، كان يتتبع هذا الشيء سبحانه. إذا كان في مكة يمشي، وكذلك يذهب إلى المستشفيات. جاء نزل في جد في المدينة ونحن محيطين به، فقال نروح للمستشفى، فقلت هل لكم فيه مريض يا شيخ؟ قال لا، بس نعود المرضى. شوفوا هذه جوانب الخير وجوانب الاجتماعيات، في الحقيقة له معنى كبير جدا، الأجر لأجر نفسه هو نفسه سبحان الله. من عاد مريضا كان في خرفة، أي في مخرفة كأنه جنة فيها ثمار هكذا. فإذا ينبغي للإنسان أن يتحين هذه الفرص ولا يتأسف. ابن عمر يتأسف، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر وثوبان، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب آخر، حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا روح بن عبادة ثقة، عن عباد بن منصور، كلهم ثقات أثبات. سمعت أبا المهزم، أبو المهزم التميمي البصري، هذا متروك متهم بالكذب، قال صحبت أبا هريرة 10 سنين، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها 3 مرات، كيف حملها 3 مرات؟ فقد قضى ما عليه من حقها، أي من حق الجنازة. يعني كأنه يقول صوروا، قالوا حملها 3 مرات، مرة من هنا ثم يأتي ثاني آخر ثم يعينه من جهة أخرى وهكذا 3 مرات، فقد قضى ما عليه من حقها، أي حق الجنازة وحق المسلم. هذا الحديث لا شك أنها ضعيفة جدا، أو ضعيف جدا، لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنه يكون له أجر في حمل الجنازة. شيع ذهب تابعا وراء الجنازة حتى يدفن، فإذا كان حمل أيضا وهو ذهب إن شاء الله فيكون له أجر، لكنه قضى ما عليه من حقها، بهذا اللفظ لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا قال اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية حمل الجنازة، فقال محمد رحمه الله في موطئه، محمد في موطئه إذا قيل فهو محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحب مالك رحمه الله، له موطأ عن الإمام مالك رحمه الله، قال وصفته أن يبدأ الرجل فيضع يمين الميت المقدم على يمينه، ثم يضع يمين الميت المؤخر على يمينه، ثم يعود إلى المقدم الأيسر فيضع على يساره، ثم وهكذا 3 مرات، كأنه عملا بهذا الحديث بهذه السورة. يقول هذا قول أبي حنيفة. على كل حال كلما يكون بذل جهدا في حمله إن شاء الله يكون له أجر، وأجره على قدر نسبه في أمور كثيرة سبق، ولا يخلو عن الأجر الكبير. نعم. قال باب ما جاء في القيام للجنازة. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني الثقة، قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقلنا إذا اكتفى بقوله هذا حديث غريب فبالغالب الحديث يكون ضعيف، وهو يشير على أنه منفرد به أحد الرواة وهو ضعيف، ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، يعني صحبت أبا هريرة فقال كذا وكذا بدون ذكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. نعم. يقول الذهبي في الميزان قال مسلم رحمه الله
قال سمعت شعبة رأيت أبا المهزم لو يعطى درهما لوضع حديثا. إنهم ومثل هؤلاء الذين كانوا من جملة ما كانوا أسباب الوضع أنهم كانوا لا يخافون الله تعالى وكانوا يتكسبون به. فكان أحد كان يبيع السراويل في المدينة فما كان له رواج كثير فوضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المتسربلين والمتسربلات فنفق. كذلك باذنجان ما كان يباع أو ما كان يشترى باذنجانه فقال أظن ماذا هو قال باذنجان فيه شفاء من كل داء حديث مكذوب أخرج ذكره ابن الجوزي وغيرهم في الموضوعات. نعم فهكذا. فابن القيم رحمه الله أذكر أنه يقول ذكر هذا وقال باذنجان فيه دواء وفيه نفخ وفيه كذا كلام من هذا النوع. على كل حال نعم. باب ما جاء في القيام للجنازة. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث قتيبة بن سعيد الليث هو ابن سعد الفهمي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله عن سالم بن عبد الله ابن من هو سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر صحابي عن الصحابي يعني سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من كلا الطريقين ابن عمر يروي عن عامر بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه وجاءت هذه الرواية أيضا قالوا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاز أن يكون لأن الصحابة كلهم عدول ومراسيل الصحابة مقبولة. عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أي تترككم وراءه أو توضع. هذا كان الأمر ولا شك فيه وهو هل هو بقي أو نسخ ذكروا في كتب الناسخ والمنسوخ كان في أول الأمر يأتي الذكر عليه. قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. جاد في حديث جابر زيادة عند مسلم لما قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. فكان يعني كان هذا الأمر الموجود. ثم بعد ذلك تأتي الرواية إن شاء الله كما هو الثاني. انظروا قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا علي بن حسان الخلال الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سيدنا الخدري أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. هذان الحديثان بمعنى واحد أنه إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي بعض الروايات جاءت يا رسول الله قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي فقالوا يا رسول إنها جنازة يهودي فقال إن للموت فزعة يعني الأقل هو مات فنحن نفزع ونقوم بهذا المعنى وليس احتراما للجنازة نفسها ولا لجنازة اليهودي. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وقول أحمد وإسحاق قال من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أناق الرجال. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي. يعني الحديث هذا لا يقعدن حتى توضع لكن إذا كان ذهب إنسان من قبل أمام الجنازة ينتظر هناك فجاز له أن يجلس كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدون.
هنا قال اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه، أي استحباب القيام للجنازة. قال ابن المنذر وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن حسن، وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر. قال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل أن توضع. وقال بعض السلف يجب القيام، واحتج برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقدمون فيجلسون. فإذا هذا الحديث ثبت منه أنه إذا كان الإنسان يتبع الجنازة يشيع فلا يجلس قبل أن توضع أناناق الرجال، هذا هو الثابت. ثم بعد ذلك تأتي الروايات التي جعلوها ناسخة وتلك منسوخة، من جملتها الحديث الآتي قال حدثنا باب الرخصة في ترك القيام لها. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن واقد وهو ابن عمر ابن سعد ابن معاذ ثقة، عن نافع ابن جبير عن مسعود ابن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنازة حتى توضى، فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، يعني كأنه يقول في أول الأمر قام ثم بقي قاعدا ثم بقي قاعدا. هذا ما يستدلون به على تبويب الترمذي، يدل على أنه يستدل به على ترك القيام، قام ثم قعد يعني لم يقم إذا رأى الجنازة. وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، نعم مسعود بن الحكم نافع بن جبير وسعيد يحيى بن سعيد الأنصاري ليس القطان، القطان ليس تابع الأنصاري عن واقد ابن عمر، كلهم هؤلاء أربعة تابعيين على نسق واحد. ولذلك قالوا نعم، يعني إذا قال التابعي من جملة أسباب ضعف المرسل، قالوا ماذا؟ المرسل مقبول عند بعض الأئمة، قالوا لأنه ما حذف إلا الصحابي، يقال لا، قد وجدنا روايات التابعي يهدف التابعي 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 ثم الثاني يذكر صحابي أو يحذف. فإذا ثبت رواية التابعين بعضهم عن بعض فربما روى عن تابعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سبب تضعيف المرسل. وابن حجر رحمه الله يقول في نزهة أذن أو في النكت قال وقد وجدنا ستة تابعين، بعض الروايات يروي بعضهم عن بعض في حديث ما. فإذا كان الأمر هكذا فالقول بأن المرسل يكون حجة ليس بمعقول. نعم قال يقول وهذا الحديث والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول، لأن الحديثان إذا تخالفا مختلف الحديث، فإذا اختلف حديثان فما هي الخطوات التي يستعملها العلماء؟ أولا الجمع بين الحديثين إذا أمكن، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين فينظرون إلى التاريخ أيهما أقدم وأيهما أرجح، فإذا عرف أحد الحديثين أولا ثم جاء ما يخالفه متأخرا فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. فهذا المعنى هنا يثبته الشافعي رحمه الله. وإذا لم يوجد هذا ولا ذاك فينظرون إلى الأرجح إسنادا، فالذي يكون أرجح وأقوى إسنادا يكون أرجح في المعنى. فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك قالوا نتوقف حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم، لكن هذا نظريا فقط، لا يمكن أن تجد حديثان مختلفان، لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح ولا يمكن
القول بالناس نسخ ناسخ والمنسوخ. أما التوقف هذا نظريا يقال، لكنه لا يوجد له مثيل أنا على ما ظهر. نعم، إلا بعض الأئمة يقول أنا أتوقف في هذه المسألة وأتوقف في هذا، هذا شيء آخر، لكن في ترجيح الحديثين يتوقفون لا. ثم بعد ذلك قال: وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق بن إبراهيم الحنزلي بن راهوية. قال أبو عيسى: معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. هذا شرح وتفسير لقول علي من الترمذي، وعليه بوب باب الرخصة في ترك القيام لها. نعم، وهو الذي يثبت إن شاء الله أنه القيام منسوخ، وجاز له أن يقوم وجاز له أن لا يقوم. نعم، أيضا جاء فيه قال: روى الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية صحيحة، عن علي رضي الله عنه بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. إسناده صحيح. نعم، ثم قال: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد هو ما يحفر من جانب القبر، أما الشق فيكون في وسط القبر ويغطى من فوقه، أما اللحد فيكون يحفر هكذا ثم من الجانب ويغطى يعني كأنه من جانب من جوانب القبر، يغطى بالحجر أو يغطى بالطوب أو شيء. نعم، فاللحد باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: حدثنا أبو كريب والنصر ابن عبد الرحمن الكوفي. أبو كريب هو محمد بن علاء، مضى بنا كثير الحمداني ثقة، والنصر ابن عبد الرحمن الكوفي، وكان مهنته الوشي في الثياب. سبحان الله، نعم، مهنة كانه مثل الحياكة أو شيء، تزيين في الثياب، كان يلقب الوشاء. ويوسف ابن موسى القطان البغدادي، كلهم ثقات. قالوا: حدثنا حكام ابن سلم. حكام ابن سلم أبو عبد الرحمن الرازي ثقة، له بعض الأفراد. علي بن عبد الرحمن ابن وهو الثعلبي صدوق، أنا أبيه أيضا أبوه صدوق، عبد الرحمن ابن علي بن عالى ابن عامر، عبد العالى ابن عامر أبوه ثقة، عن سعيد بن جبير التابعي الجليل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا أي للمسلمين الظاهر، والشق لغيرنا لغير المسلمين. هذا الحديث لو كان هو وحده في الباب لكان لا يجوز الشق للمسلمين، ما هو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لغيرنا الشق ونهينا عن التشبه بغيرنا بغير المسلمين، لكنه جاءت روايات في هذا الباب أنهم كانوا يلحدون ويشقون. وقالوا أن الحاجة قد تحتاج إلى الشق وقد تحتاج إلى اللحد، لأن الأرض قد تكون رخوة، فالأرض الرخوة ما تقبل اللحد إنما تقبل الشق. نعم، الآن في المدينة نفسها لو رأيتم البقيع وغيره ما فيها إلا الشق، والله مثل البير يفتحون يحفرون، يعني الحش، الأرض حشة جدا. ثم في الأخير الآن أظن هنا وهناك كلها جعلوها مثل الجدران أقاموا فيها. نعم، لأجل أن الأرض ما كانت تحتمل الشق ولا اللحد. نعم، وفي الباب عن جرير بن عبد الله أخرجه أحمد والبزار، وفيه راوي ضعيف، وزاد أحمد لغيرنا أهل الكتاب. وعن عائشة أخرجه ابن ماجه
قالت ابن ماجه عن عائشة قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشك حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر لا تسخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق واللحادي. يعني هناك يبدو إذا كان الواقع أيضا يدل على أن هناك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللحد شق مطلقا، فكيف يكون من يشق أو يحفر شقا وكيف يكون من يحفر لحدا؟ الظاهر يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلك، ولذلك لما اختلفوا فأرسلوا إلى الذي يشق والذي يلحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح. وابن عمر أخرجه أحمد بلفظ أنهم ألحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا. الكلام في هذا اللحد لنا هذا ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت أنهم أرسلوا إلى الاثنين، من الذي يأتي أولا؟ ربما هو الذي يتولى اللاحد أو الشقاق. فقال لو لم يكن مباحا جائزا في علم الصحابة أن الشق أيضا جائز لما أرسلوا إلى من يشق، والله أعلم. فدل على أنه يجوز أيضا، لكن الأفضلية إذا أمكن في أرض تحتمل اللحد فيكون اللحد هو الأفضل. نعم. هنا قال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء على جواز اللحد والشق لكن ما اختار الله لنبيه يكون هو أفضل إن شاء الله إذا تمكنوا، لكن الأرض قد تحكم أو تتحكم ولا يمكن إلا أحد النوعين. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، أو إذا أدخل الميت القبر أدخل الرجل. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج الكندي معروف ثقة، أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر ثقة، أنه قال حدثنا حجاج وهو ابن أرطاة، والله حجاج بن محمد المصيصي ابن أرطاة وهو صدوق يخطي، النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر، وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده، قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. يعني كأن أبا خالد الأحمر المدار عليه مدار الحديث عليه كان يقول مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ومرة أخرى قال بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله، فأي الكلمتين هو الأرجح؟ قالوا على ملة رسول الله، جاءت في طرق أخرى أيضا فيكون أرجح، وهنا شك، وقيل أنه ملة رسول الله وسنة رسول الله رواية بالمعنى، وجاز أن يقال كلاهما. نعم. هنا قال إذا مرة بسم الله أي وضع أو أدخله بالله مرة بعمره بالله بسم الله وبالله، أي بسم الله وضعته في القبر أو بأمر الله وضعته في القبر وحكمه إلى آخره، وقال مرة على ملة رسول الله أي على طريقته ودينه، كلاهما إن شاء الله جائز. إذا كان جاء هنا في رواية أخرى روى أبو داود عن جابر قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وهو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو بالرجل الذي يرفع صوته بالذكر. نعم. على كل حال ويعني الأكثر الروايات التي جاءت فيها بسم الله وعلى ملة رسول الله هكذا، لكن قالوا يجوز وجازت الزيادة في بعض الأحيان وهي صحيحة أيضا،
بعض جاء في بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، فربما تكون عدة مرات سمع عدة أشخاص بعدة ألفاظ، كل هذه الثابتة جاز أن يدخل بها الإنسان في القبر. نعم، حتى لا يكون هناك مكانا للبدعة أو شيء. على ملة رسول الله إذا دفنوه فينبغي ألا تكون هناك بدعة التي قد أحدثوها، والله المستعان. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد روي عن أبي الصديق عن ابن عمر موقوفا أيضا. هنا أبو الصديق روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو الصديق الناجي أيضا عن ابن عمر موقوفا. ينظر إذا كان هناك في الحقيقة أحد الطريقين ضعيفا فيقال ضعيف، لكن إذا كان كلتا الطريقتين أو كلا الطريقين صحيح فيقال ابن عمر، يعني كان يقول في بعض الأحيان مثل فتوى، وبعض الأحيان يرفعه، فالموقوف إن شاء الله لا يعلل به المرفوع، الموقوف يقوي المرفوع. نعم. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري ثقة، قال: حدثنا عثمان بن فرقد، عثمان بن فرقد البصري قال: سمعت جعفر بن محمد، وهو علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هو الذي يسمونه جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه، عن أبيه محمد بن علي، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: الذي ألحد، وهذا صار معضل الظاهر وليس مرسلا، سمعت جعفر بن محمد، هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يلقى علي بن أبي طالب، محمد بن علي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يلقى الحادثة التي يروي فهو مرسل. قال: الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القتيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا استدلوا، قالوا: جاز أن يجعل تحت الميت، الميت يكفن بثلاثة أثواب، لكنه يجوز أن يوضع تحته شيء أيضا من الثياب. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر، من هذا الحديث أخذ. قال جعفر: وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت جعفر بن محمد قال: سمعت شقران هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا والله طرحت القتيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. قال: وفي الباب عن ابن عباس. فعلى كل حال الحديث ثابت هذا عن طريق شقران: أنا والله طرحت القتيفة. فمن هنا قالوا جاز أن يوضع تحته، حتى بعض الناس بالغ فيجعلون تحته فراش مقتون من القطن، سبحان الله، تحته يضعونه، وهذا لا، الظاهر لا ينبغي، إنما إذا كان تحته فراش قتيفة خفيفة مثل الشرشف، أي شرشف، فجاز إن شاء الله ولا يكون منهيا عنه. وروى ابن إسحاق في المغازي والحاكم في الإقليل من طريق جعفر بن محمد، والبيهقي من طريق ابن عباس قال: كان الشقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة قد كان يلبسها ويفترشها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدفنها معه في القبر. قال: والله لا يلبسها أحد بعدك. مولى رسول يقول: لا، لا يلبسها أحد بعدك، فدفنت معه، أي القتيفة دفنت معه. وروى الواقدي، والواقدي متهم بالكذب، عن علي بن حسين أنهم أخرجوها، وبذلك جزم عبد البر. هذا الذي كنت أريد أن أشير، أن هناك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في قتيفة،
فقالت عائشة: كانوا قد أدخلوا القبر ثم أخرجوها. جاءت رواية صحيحة وقد مرت بنا، ولعله يشير هذا الواقدي يقول أنهم بعدما دفن بعدما وضع تحت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوها أيضا. أيا كان لا كلها، لو تركوها أخرجوها، لماذا لم يثبت إخراجها بهذا الإسناد؟ لكن عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنهم كانوا قد دفنوه في قتيفة أو في بردة مخططة ثم أخرجوها، هكذا جاءت رواية. هل هذه القتيفة كانت التي تحت أم كان دفن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغطي به؟ نعم، فلم يثبت أنهم أخرجوها، فيبقى الاستنباط بهذه القصة بأنه يجوز أن يوضع تحت الميت غير الكفن، تحته يكون شيء من الثياب، إن شاء الله جاز. قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو القطان عن شعبة عن أبي جمرة، أبو جمرة هو الضبعي عمران نصر بن عمران، أبو عمران ابن نصر ونصر بن عمران، أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران، أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قتيفة حمراء، وهذا أيضا دليل آخر، جعل، لكن هل أخرج؟ والله أعلم، يعني يبقى والله أعلم، لم يصح في إسناد صحيح إخراجه. قال: وقال محمد البشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس وهذا أسى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أبي جمرة أبي حمزة القصاب، بدل أبي جمرة أبي حمزة القصاب، واسمه عمران بن أبي عطاء، وروي عن أبي جمرة الضبي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. لعل أحدا يكون أحدهما يكون تصحيفا أبو جمرة عن أبي حمزة، يحتاج إلى النظر في العلل والله أعلم. نعم، لكن أبو نصر أبو جمرة هذا رواياته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. نعم، يقول هنا: وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى الكراهة وقولهم هو الراجح. وتقدم الجواب عن حديث الباب، والله تعالى عالم. ماذا قال الجواب؟ أين هو حديث الباب؟ لحظة، لماذا كرهوا؟ قال هنا، قال النووي في شرح مسلم في هذه القتيفة: ألقاها شكران، قال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قتيفة أو مضربة أو مخدة أو نحوها تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا، فقال في كتاب التهذيب: لا بأس بذلك في لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قال الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك، ولم يوافق غيره من الصحابة ولا علم بذلك، إنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شقران أن يتبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه غيره، فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره. كان أئمتنا رحمة الله عليهم رأوا أن هذا ليس وراءه فائدة، لماذا يجعل تحته مخدة تحته فراش؟ ربما يأتي أحد فيبالغ فراش وثير أو شيء من هذا النوع، ولذلك والله أعلم يعني الكراهة جاءت منهم هكذا. وأما العلة التي لأجله شقران دفن هذه أو جعل هذه القتيفة تحته كراهة أن يلبسها أحد، ما ليس بضروري أن يلبس، هو رأى هذا، قالوا أنه رأى وليس بضروري أن يلبسها أحد، ربما احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم أو التبركا بهذا كان يبقى، كما كانت جبته عند أبي سلمة رضي الله عنها
وكانت تغسل للمرضى وغيره كما جاء في الروايات الصحيحة. فلحاصل أنهم كرهوا، ولعل معنى أنه إسراف أو ليس وراءه فائدة ولذلك كرهوا. نعم. باب ما جاء في تسوية القبور. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة، أبو وائل شقيق بن سلمة المخضرم التابعي الكبير، أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. إلا طمسته، تمثال أي تمثال يكون يعني من الخشب أو من التراب أو من الحجر أو من أي شيء، إلا طمسته. فليس للتماثيل مكان للإسلام، ولا أن يكون القبر عاليا مشرفا، حتى لو كان على القبر تراب كثير فما بال ما يبنون وغيرها وغيرها. غاية ما فيه قالوا أنه كم يكون ارتفاع القبر، كرهوا أن يكون القبر مطموسا أيضا مع الأرض حتى لا يطح الناس، يكون عاليا شيئا ما، لكن قالوا على قدر صبر مسنما، يعني عند التسنيم أعلى شيء يكون في وسط القبر يكون شبرا هكذا حتى يعرف أن هذا قبر. ولذلك قدروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه كان مشرفا على قدر شبر. قال لأبي الهياج مشرفا، قال القاري: هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم به الرمل والحصبة، يعني إذا كان مشرفا بنا أو حتى لو جعل عليه تراب كثير. هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع ناله أمامه ولا أن يمينه ولا أن يساره، ولا أن يمينه فيكون على يسار أحد، ولا أن يساره فيكون على يمين أحد. أين يضع؟ وليضع بين رجليه. من هنا أيضا استدللت أنا، الناس يسألون، بعض الناس يقف في الصلاة وقف هكذا ويضم الرجلين القدمين، ما هو كذا من باطن القدمين هكذا، فالذي يظهر أن السنة أنه يكون الإنسان يقف على طبيعته ويكون هناك فراغ للنعلين، والله أعلم. نعم الشيخ فين كان ذا؟ نعم معليش. جدتي ماتت، رحمة الله على جدتك وجداتنا كلنا ماتوا، الله المستعان. نعم، قبل أسبوعين تقريبا، وأنا هنا في مكة، وإن شاء الله سوف أرجع إلى بلاد بعد 3 أيام، فهل يجوز لي الصلاة على قبرها؟ إن شاء الله يجوز لك أن تصلي على قبرها وتدعو لها إن شاء الله، وإذا أخذت معك أحد آخر أيضا معك ولو صلوا إن شاء الله جاز، كما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقف الإنسان عند قبر ميته ويدعو؟ الأصل فيه أنه يقف إلى مستقبل القبلة هكذا قالوا، لكنه لم يأت دليل واضح عليه، إنما أي خاصة إذا صلت قطعا يصلي ووجهته إلى القبلة، لكن الدعاء مطلقا يقف إلى أي جهة؟ هل يجعل القبر بينه وبين القبلة؟ نعم هكذا الصلاة قطعا، عند الصلاة كما يصلى على الميت فيكون بينه وبين القبلة، كذلك يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه، كذلك إذا دعا إن شاء الله بهذه السورة يكون أفضل دعاء عامة. أم يجعل القبر على يساره؟ كيف يكون في الصلاة يعني؟ لا، غاية ما فيه أن يكون إذا كنت تصلي على جنازة حاضرة فمن الرجل موقف الإمام من الرجل عند رأسه أو عند كتفه، ومن المرأة عند وسطها، فهذا هو الذي تجعله إن شاء الله بالتحديد. أحسن الله إليك. هل أداء عمرة في شوال أو في أشهر الحج يجب فيها الهدي أم لا؟ نعم يجب، إذا كان يحج من عامه إن شاء الله فيكون قد اعتمر وجمع بين الحج بين العمرة والحج فيجب عليه. وهناك اختلاف إذا كان اعتمر من أحد آخر وحج عن نفسه، الظاهر كله يوجب عليه الهدي.
أحسن الله إليك، شخص مقيم في مكة وسيسافر إلى بلده الأصلي ويرجع في نصف ذي القعدة، فهل يجوز له حج التمتع وما صيغة ذلك؟ لا، إذا سافر وقد يعني اعتمر في شوال مثلا ثم سافر إلى بلده، فإذا جاء بنية جديدة إما حجا مفردا أو ينوي العمرة ثم حج التمتع أو القران كله جاز لو إن شاء الله، وحج التمتع أفضل له. وإن كان حج في شوال لكنه لما ذهب إلى بلاده خارج الميقات جاز له أن يحدث نية جديدة. أما إذا كان حج في شوال أي اعتمر في شوال ثم بقي في مكة لا خيار له إلا التمتع. إيش امتنعت من الصلاة على جدتي لأنهم صلوا داخل المقبرة؟ كيف يعني؟ يعني داخل المقبرة، إذا كان داخل المقبرة مكان مصلى للجنائز كما كان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع مكان خاص ليس بداخل القبور، فإذا كان داخل القبور لا يصلى هناك، إنما على القبر فقط، لكن داخل القبور لا يجوز أن توضع الجنازة ثم تصلى، وهذا لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كأنك تقول لأنه امتنعت من الصلاة على جدتي لأنهم صلوا داخل المقبرة، فهل يجوز لي الآن أصلي على قبرها علما أنها ماتت منذ 5 أشهر؟ إن شاء الله جاز لك. نعم، هل يجوز تجوز الصلاة أو يجوز الصلاة؟ هل يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة مستقبلا القبلة؟ الصلاة أي صلاة لا تكون إلا مستقبل إلا مستقبلا القبلة، بارك الله فيك. فإذا صليت على الجنازة لا تستقبل إلى غير جهة القبلة، إنما الدعاء مطلقا سواء كنت مستقبلا أو مستقبلا القبلة. يقول خطأ. طيب كيف يعني مستقبلا القبور؟ صلاة الجنازة إذا كانت هناك قبور أمامك وأمامه كله قطعا يكون لا مفر منه، لكن لا تقف على القبور، تقف في الصفوف التي بين القبور. يجوز أن أنعام العمرة لولدي والد المتوفى وأنا من مصر، ليس فيه. لماذا تسأل هذا؟ الناس يعملون ويفتون، لماذا تسأل يا أخي؟ ليش تسأل؟ تعمل عمرة إن شاء الله. الناس أعمل أحرم من الإحرام. الإحرام أحرم من هو السؤال، كأنه قيل له أنه لا عمرة من التنعيم مثل هذا. نعم، أو الجيرانة. فإذا ذهبت إلى أي من المواقيت بهذه النية إلى الطائف أو إلى المدينة وتعمل عمرة إن شاء الله بدون خلاف جاز، إنما بعض العلماء قالوا من التنعيم لا تجوز مثل هذه العمر هكذا، إنما هي لحاجات خاصة. لكن أنا سألنا المشايخ فقالوا يجوز للإنسان أن يعتمر من التنعيم ومن الجيرانة أي عمرة لا بأس فيها. يجوز يجوز هكذا أفتوا العلماء. نعم، وصلى الله.